استقرت بيضة من عش النسور في قلن الدجاج. خرج من البيضة فرخ نسر رعته كبيرة الدجاجات، فربته كما تربي صيصانها، إلى أن كبر وظهر جانحاه، فهم بالطيران كغيره من النسور عندما شاهد مجموعة منها تحلق في السماء. لكنه قوبل باستهزاء من معشر الدجاج: فما أنت إلا دجاجة، ولن تحلق عاليا كالنسور، قالوا له فأذعن واستسلم لتدجينه، إلى أن مات دجاجة في ثوب نسر مهيب. وخلاصة القول: إذا كنت نسرا فلا يقنعنك أحد بأنك دجاجة. عاد الملك المتواضع إلى قصره في ليلة شديدة البرودة، ليجد عند البوابة أحد الحراس وقد كان مسنا واقفا بملابس رقيقة. اقترب منه الملك وسأله: ألا تشعر بالبرد يا عم؟ فأحس الحارس بلحظة واحدة أن باب الفرج قد فتح ودعاء زوجته قد استجيب، فرد عليه: بلى والله أشعر بالبرد يا صاحب الجلالة، لكني لا أملك لباسا دافئا وعلي تحمل البرد. فقال له الملك: لا علي، سأرسل لك مع كبير الخدم ما يسره. رقص قلب الرجل فرحا بكرم الملك الذي دخل قصره فانشغل بأطفاله ونسي وعده. وفي الصباح وجد الحارس ميتا قرب البوابة، وإلى جانبه ورقة كتب عليها بخط مرتجف: سيد الملك، كنت أتحمل البرد كل ليلة صامدا، لكن وعدك لي بالدفء والسرور قد سلب مني قوتي وقتلني وأنساني دعائي الدائم، اللهم إني لا أثق إلا برحمتك. ختاما تقول الحكاية: إن رجلين أحدهما أسود اللون تخاصما في مجلس فصاح الأبيض: حتى أنت يا ابن السوداء تجادلني؟ فغضب عليه الحضور وقالوا له: من أي طينة أنت حتى تعير الناس بلونهم وخلقتهم؟ ألا تنظر إلى المرآة فتجد فيها وجها كالتمساح بل أقبح، ولم نعيرك به يوما؟ من أنت؟ فأجابهم بعد سب أمهاتهم وأبائهم وجيرانهم وأبناء عمومتهم بأنه حلوم المهيطل مقدم البرنامج التلفزيوني في رحاب الشتيمة. كأن راعيا في الصحراء تقيم أمه العجوز معه وهو وحيدها، أصيبت بمرض الخرف فضاق ذرعا بها. ولما قرر قومه الرحيل إلى مراع جديدة، طلب من زوجته ترك أمه في الصحراء حتى ينفد زادها فتموت، ففعلت. وفي استراحة المسير طلب الرجل من زوجته طفلهما الرضيع ليلاعبه، فأخفته مع القافلة وقالت له: لقد تركته مع أمك، لا نريده. فانفجر بوجهها كالبركان وهم بسحقها. اهدأ، صاحت به: لقد تركته لأنه سوف يرميك بالصحراء عندما تكبر كما فعلت بأمك. ذبحته كلماتها، فأسرج فرسه كالسهم عائدا من حيث أتى. وصل في اللحظة الفاصلة وكان المشهد صاعقا، ثلاثة من الذئاب تحوم حول أمه فترميها بالحجارة وتناديها: أنا أم فلان، سيقتلكم عندما يعود. فقتل الذئاب وأدرك حيلة زوجته، ومنذ ذلك الحين لم يفارق أمه مدى الحياة.